أطلقت الإمارات الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة، ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد، كما تتضمن الخطة تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات لتكون الإمارات وجهة مهمة لاستثمارات التكنولوجيا. مزيد من التفاصيل عن الخطة في هذا الجزء من غرفة الأخبار مع الزميلة حفيظة البوشاري. حفيظة، أهلا بك بداية معنا من قسم يعني الاقتصاد في غرفة الأخبار الليلة حتى نتحدث عن هذه المشاريع والمبادرات المهمة. شكرا لك شانتال، كما ذكرت يعني مشاريع مهمة ستكون بالخير على دولة الإمارات والعديد من المشاريع في قطاعات متنوعة سنتحدث عليها في هذا العرض. إذن مع دخول دولة الإمارات عامها الخمسين تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها وحقبة جديدة في مسيرتها التنموية ودورة جديدة من دورات نموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ولترسيخ ذلك أطلقت الحكومة الإماراتية اليوم الحزمة الأولى من مبادرة التنمية للخمسين عام المقبلة، التي يتم من خلالها تحديد استراتيجية الإمارات في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وتهدف مشاريع الخمسين لإطلاق 50 مشروع استراتيجي يتم من خلالها تعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو، إلى جانب ضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على تنمية جميع القطاعات، وأيضا التركيز على قطاعات الصناعة والاقتصاد الرقمي والابتكار، والهدف تنويع الاقتصاد الإماراتي بعيدا عن النفط. ووضعت المبادرة الأسس الرئيسية للأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها بحلول عام 2030، وتتمثل في جذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار وتوقيع اتفاقيات مع 8 دول إفريقية وأسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات الإماراتية لأكبر الاقتصادات العالمية، والتي تمثل قرابة 26% من سكان العالم وتشمل روسيا، أستراليا، الصين والمملكة المتحدة. كما أن الإمارات تهدف لأن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، وإيمانا منها بأهمية الرقمنة والدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا، وضعت الحكومة الإماراتية خطة لأن تصبح الإمارات لاعبا كبيرا في تصدير المواهب الرقمية بالتحديد، كما سيتم تخصيص 100,000 تأشيرة ذهبية للمواهب التقنية، كما سيضاف 3,000 مبرمج شهريا إلى القوى العاملة في الاقتصاد الإماراتي وبمعدل 100 مبرمج يوميا. هذه الأهداف الموضوعة تتناغم مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات ومصالحها الاقتصادية، فالإمارات تعتمد على مبدأ أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد توفير أفضل حياة للشعب. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CSIS بالإمارات وضاح الطه. أستاذ وضاح، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. إذا أكيد تابعت معنا هذا الإعلان المهم وهذه الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين عام قادمة لدولة الإمارات. أولا أريد منك تقييم لهذه الاستراتيجية، وما هي الرسالة أيضا التي وجهت للمستثمرين؟ يعني بدءا الحقيقة هذا الموضوع لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن وليد اليوم أو الأمس، هذا ناتج عن تخطيط لسنوات ولعقود طويلة. والأمر الذي قاد إلى مثل هذه الاستراتيجية المتوازنة الحقيقة أي استراتيجية يجب أن تستند إلى مبادئ، إلى عقيدة، إلى مكونات أساسية. المكونات الأساسية التي تعتبر القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الإمارات هي قاعدة قوية. المبادئ الأساسية اللي ذكرت، أنا ألخص درجة الانسجام التي تشكل الإطار العام، وجود تناغم إنساني، وجود حالة التسامح فعلا في الإمارات، مع وجود اكثر من 200 جنسية ساكنة على هذه الأرض، مقيمة على هذه الأرض. النقطة الثانية هي دخول التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في الموضوع وموضوع الابتكار. والنقطة الثالثة والأهم استمرار الاهتمام
بتنمية القدرات البشرية وبالقدرات الشباب. هذا التكوين كله يقود الاستراتيجية اللي تفضلت به بعض ملامحها الآن. هذا صحيح، وهناك أيضا تركيز واضح وكبير على التكنولوجيا والصناعة. لأي مدى برأيك سيساهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة بالإمارات؟ يعني مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم جدا عميق ومنطقي، بالرغم من وجود وحصول تذبذبات اقتصادية، يفترض أن نكون في مسار الاقتصاد على درجة من التنوع قادر على امتصاص الصدمات، ويكون هناك استدامة للعوائد واستدامة إلى النمو. هذا يفترض، كما ذكرت حضرتك قبل قليل، يفترض أن يكون التنويع بعيداً عن الاقتصاد النفطي، وهذا ما يحصل فعلاً على مدار السنوات الماضية في المنطقة. الكونتريبيوشن أو مساهمة الاقتصاد النفطي في اقتصاد الإمارات هي تعتبر نسبياً الأقل قياساً مع بقية المنتجين. هذا التنوع هو اللي يمنحنا استمرارية النمو أو استدامة النمو على مدى الأعوام القادمة. صحيح، وهناك أيضا نقطة مهمة، الإعلان عن اتفاقيات استراتيجية مع 8 دول. برأيك كيف سيؤثر على استراتيجية صنع في الإمارات، وأيضا لأي مدى هذا الموضوع مهم لتسهيل تسويق المنتج الإماراتي عالميا؟ الحقيقة يعني هو استثمار لهذه العلامة اللي أصبحت مميزة، صنع في الإمارات. على مدار عقود كان هناك تنمية لهذا البراند الجديد أو لهذا البراند الذي لم يسوق تجاريا بقدر ما هو كان متآلف مع المحيط، متآلف مع الأقليم، دور إيجابي على مستوى عالمي. اليوم نحن نحاول أن نرسمل أو نعول على هذا الاسم صنع في الإمارات. حتى عملية الاختيار لم تكن عشوائية، مثل تركيا، أندونيسيا على سبيل المثال، دول الهند على سبيل المثال، صحيح، أستراليا وعديد من دول العالم. صحيح، هذه الحقيقة هي ذات نفوس كبيرة، وبالتالي قدرة على الإنفاق وقدرة على التصدير واستيعاب المستورد من الإمارات. اختيار موفق، وأعتقد أنه النقلة أنه على مدى 10 سنوات 40 مليار درهم في نمو، هذا يعطينا نقلة من 257 مليار درهم إلى 657 مليار درهم بعد مرور 10 سنوات من الآن، وهذا يعتبر نمو كبير يعني في معيار الدول الناعمة. أنا أشكر تواجدك معنا وكل هذه التوضيحات. عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CIISI بدولة الإمارات وضحتها، شكرا جزيلا لك. السلام. انتهت إذن هذه الفقرة الاقتصادية، نعود إلى شنتال. شكرا لك حافظة.